السلام عليكم. خطف الأطفال في ألمانيا، كثير من الناس اللي بدهم يجوا لألمانيا واللي موجودين في ألمانيا، جدد في ألمانيا، بيتحدثوا عن خطف الأطفال. دائما في أوهام، في أسئلة بأدمغتهم، هل في خطف أطفال؟ هل الشرطة بتأخذ الأطفال بالقوة من العوائل في ألمانيا؟ كيف وليش؟ ما هي أسباب خطف الأطفال في ألمانيا؟ يعني هل ممكن بدون سبب، بدون أي شيء، يجوا ويخطفوا أولادي وياخذون مني وما عاد أشوفهم طول حياتي؟ راح أتكلم بهذا الفيديو عن خطف الأطفال في ألمانيا وأسباب خطف الأطفال في ألمانيا. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، وندخل بتفاصيل الفيديو مع بعض. طبعا الأشخاص اللي جايين على الوجه الخصوص من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يعني الدول العربية، فالقوانين تختلف هون بأوروبا، في ألمانيا أيضا في شيء في حقوق الطفل، حماية الطفل من الضرب، من العنف، من الاغتصاب، من أي شيء. فالأشخاص اللي جايين لهون لازم يكونوا على علم، على دراية، أنه هون الطفل يعني مو مثل وضعه، مو مثل بالدول العربية. على الدول العربية أب أو أم تضرب ابنها أو بنتها، يعني الله يعزكم، يعني بالشحاطة، بأي شيء، بالمكنسة، بالعصا، تضربها، يتصالحوا، بعدين تبكي وهيك الأمور. فهي حتى المعلمة كمان بالمدرسة، المعلمة كمان بيضربوا الطلاب. فعنا عادي بالدول العربية، ولكن هون الوضع بيختلف، هون الوضع مختلف تماما. ما بيقربوا عليك لا الشرطة ولا مركز رعاية الأطفال، يوغنت أمت، مركز رعاية الأطفال في ألمانيا، مركز رعاية الشباب. ما بيقربوا على أطفالكم أو على ابنك أو على بنتك أو بنتك أو ابنك إلا إذا كان في مشكلة، إلا إذا كان في شيء حقيقي صاير بين الطفل والأم أو بين الطفل والأب. فهون القوانين تختلف من دولة إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي، ولكن مجتمعين له الطفل له حقوق، له حقوق، ولازم الوالد أو الوالدة يلتزم بهاي الحقوق. أول سبب لسحب الأطفال من الأهل أو خطفهم، فينا نقول، هو الضرب. يعني إذا أنت أو أنتي ضربتي أو ضربت طفلك، وهو مركز رعاية الشباب أو الشرطة أو الجيران أو أي حدا شاف وخبر عليكم، فمن الممكن ياخذوا يسحبوا الطفل من العائلة بسبب الضرب. فإذا يعني الطفل عصبكم أو سوى شيء وانتم ما عم تريدوه، فحاولوا تكونوا صبورين وتحكوا معه قدر المستطاع، او ليس قدر المستطاع، ما نستخدم العنف ابدا، ما نستخدم الضرب ابدا، نكون حذرين. حتى اذا هو طفل، حتى اذا سوى شيء غلط او سوى شيء انتم ما بدكم اياه، فلازم تتكلموا معاه، تهدوه، يعني توصلوا الى نتيجه عبر النقاش وعبر الحديث، عبر التكلم، ليس عبر الضرب. لأنه إذا حدا شافكم واشتكى عليكم، فهون المشكلة. هون كمان في سبب ثاني لسحب الأطفال، هذا السبب هو الفصل أو مسألة الطلاق اللي بتحصل بين الأب والأم. في شخصين عندهم طفل، عائلة، وقرروا الطلاق، لأنه الطلاق هون في ألمانيا يعني ما في أسهل منه. خلص، إذا ما اتفقوا الأب والأم، الزوج والزوجة، فبيطلق وكل واحد بيروح على حال سبيله، وكل واحد بيشوف مستقبله ومستقبله العائلي أو مستقبله العملي وهي الأمور. فهون الطفل مع مين بيبقى؟ المحكمة بتقرر الطفل إذا راح يبقى مع الأم الحضانة أو مع الأب. على سبيل المثال، إذا الطفل بقى مع الأم، فممكن يحق للشخص يجي ويشوف طفله، يشوف بنته أو ابنه كل مرتين بالأسبوع. فهذا كمان من حق الأب، يعني كل شخص له حقوقه وله واجبات عليه. فهون الطفل حساس جدا، ننتبه من مسألة الأطفال. أيضا أصدقائي، يعني اللي موجودين في ألمانيا، انتبهوا على أطفالكم بالكيندر جاردن، بالروضة، روضة الأطفال. شوفوا، هلا مو كل شيء، مثلا مو كل شيء عليك، مو كل شيء ضد العائلة، مو كل شيء سلبي ضد العائلة، ممكن يواجهوا عنف، ممكن يواجهوا أي شيء بالكينتاغارتن. فاسألوا أولادكم وين رايحين
هن جايين من الروضة، روضة الأطفال، كيندر جاردن هون بألماني اسمها. فاسألوهم شو عم تاخذوا، شو عم تساوي، شو مثلا وين عم تروحوا، وين عم تجوا، شو عم تساوي مع المعلمة أو المربية، لأنه كتير مهم. ممكن كل شيء وارد أو ممكن كل شيء يصير. فانتبهوا على أولادكم، هي نصيحة أخوية مني لكم. أيضا ممكن يسألوا الأطفال، الأطفال بالمدرسة أو بالكيندر جاردن بروضة الأطفال، ممكن يسألوهم عن وضعهم العائلي، معاملة الأب مع الطفل أو معاملة الأم مع الطفل. فإذا الطفل حكى أنه عم يتعرض للعنف وعم يضربوني وعم يحبسوني وما بعرف، يعني ما خلوني باكل ولا بشرب ولا اطلع ولا سابي اي شيء، ممكن كمان هون يكون في كارثه ومشكله. يعني بياخذوا اذا كان في، يعني اذا كانت مشكله كبيره يعني ما بتنتهي او ما بتنحل بتحذير او اي شيء، مثلا في مشاكل بتحصل بيحذروا العوائل، ولكن في اشياء، في مشاكل بتحصل بتكون كبيره، فبيسحبوا الطفل وبيعطوه لعائله اخرى، لعائله ألمانية أو عائلة ثانية. يعني لا تستغربوا إذا شفتوا أشياء غريبة عجيبة، نحن هون موجودين بأوروبا وممكن كل شيء يصير. قبل ما تجوا أصدقائي لأوروبا أو لألمانيا، يعني تعلموها أو كونوا على علم أنه القوانين تختلف، الحياة بتختلف، مو مثل ببلدان العربية. فلازم نكون حذرين بمسألة الأطفال. في كتير من العوائل خسرت أطفالها وخسرت أبنائها وخلص راحوا ما راح يرجع، للأسف صارت مثلا بالسويد، شفنا بالفترة الأخيرة الأحداث اللي صارت، يعني خطف كذا عائلة، خطف كذا طفل من العوائل وإعطائهم لعوائل أخرى، لأنه شافوا السوسيال، الحكومة والقوانين بالسويد، يعني في تشديد شوي، شافوا أنه هاي العائلة ما بتستحق أنه يضل هذا الطفل معها، فبيعطوها لعوائل اخرى. انتبهوا من انه تعلوا صوتكم ضرب وهي الامور، فما هو لمصلحتكم ابدا، حتى لو توكلوا محاميين وتروحوا وتجوا، فهون القوانين هيك، يعني لازم تلتزموا بالقوانين. فما في، ما في شيء انه بدون سبب يجوا يخطفوا ابنك او طفلك او بنتك، لا لا تخافوا، ولكن كونوا منتبهين. مركز رعاية الشباب يوغن امت بيعتني بالاطفال، ومركز رعاية الأطفال والشباب بنفس الوقت بيعتني بالأطفال لسن ال 18 سنة، من بعدها بيكونوا حرين يختاروا أي طريق بدون. يا أصدقائي هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بس حبيت نتكلم عن مسألة سحب الأطفال من العوائل في ألمانيا وفي الدول الأوروبية الأخرى. ممكن القوانين تختلف، يكون في شيء بسيط يعني مغاير بالسويد أو بالنرويج أو ب يعني النمسا أو بالدنمارك، ولكن القانون يعني بشكل عام تقريبا متشابه جدا القوانين في دول الاتحاد الأوروبي. أصدقائي لا تنسوا تشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس، إذا كان عندكم أي تعليق اكتبوا بقسم التعليقات. نلقاكم في فيديو آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.